بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنكمل مع بعض النهاردة بقى في تاريخ الكنيسة القرن الثالث الميلادي. احنا أخذنا القرن الأول وعرفنا أنه قرن البذار والجذور، بداية الكنيسة حطتها العائلة المقدسة مش بس ماري مرقس، وبنى عليها ماري مرقس، وبعد كده عمل أول كنيسة وأول مدير لمدرسة اسكندرية، وكمان أول بطرك اللي هو إنيان، أول اللي بعد ماري مرقس يعني إنيانوس يعتبر أول أسقف، وهكذا. ده القرن الأول اللي حفظناه بكلمة أول. بعد كده جه القرن الثاني اسمه قرن الساق، والساق دايما ناشفة وقوية، معناها أن الكنيسة سبتت قوي في القرن الثاني. أيوة، لأن جالها بطرك عظيم قوي اسمه البابا ديمتريوس الإيه الكرام، وفي مكان عظيم جدا كان منبع للكرازة في الزمن ده هو مدرسة الإسكندرية، وطلعت بقى مدرسين عظماء زي إكليماندوس وأوريجانوس، وطبعا كان في ناس كتير غير إكليماندوس وأوريجانوس. انا فاكر قلت لكم ساعتها مثلا في واحد اسمه القديس بانتينوس. بانتينوس ده اللي عمل اللغه القبطيه، خد الحروف الهيروغليفي او الديموطيقي وزود عليها 8 حروف يوناني، فعمل لنا اللغه القبطيه اللي احنا بنعرفها لغايه دلوقتي دي، وترجم الكتاب المقدس من اليوناني للقبطي، فبقى عندنا ترجمه قديمه قبطيه من القرن الثاني الميلادي على ايد بانتينوس. بانتينوس ده قبل إكليماندوس، ده المعلم بتاع إكليماندوس، يعني يعتبر مدير المدرسه رقم 5، لأن إكليماندوس رقم 6 وأوريجانوس رقم كام؟ 7 إن شاء الله. وكمان في أثينا هورس اللي عرفنا أنه هو كان وثني، وابتدى حياته أنه عايز يطلع عن المسيحية غلط، فقعد يقرأ الإنجيل يقرأ الإنجيل، بس كان حقاني، ففعلا كان بيدور على الحق، فكتاب المقدس اكتذبه وبقى مسيحي، وبعد كده بقى مدير لمدرسة اسكندرية عن جدارة. أثينا هورس شخص مشهور، بانتينوس شخص مش مشهور اسمه بس في منتهى الأهمية بانتينوس بسبب ترجمة كتاب المقدس للغة القبطية. كمان بالمناسبة بانتينوس مشهور بحاجة، انه راح يبشر في الهند بأمر من البابا ديمتريوس الكرام، فلما راح يبشر في الهند لقى نسخة أصلية من إنجيل متى كان واخدها القديس توما والقديس بارسيلوماوس ساعة ما راحوا يبشروا في الهند، فشاف بعينيه النسخة الأصلية لكتابة إنجيل متى، فلما ترجمها قبطي احنا عرفنا ان دي من ايد متى الرسول لبانتينوس على طول، من ايد القديس متى الرسول لبانتينوس. عشان كده الترجمه القبطيه المصريه من ادق واحلى الترجمات على مستوى كل دارسي الكتاب المقدس، لانها ترجمه ترجع للقرن الثاني الميلادي على ايد واحد قديم قوي اسمه بانتينوس، نقلها من الكتابات الاصليه بالذات انجيل متى، نقله من خط ايد القديس متى على طول. يعني ده كلمتين كده، لكن يهمنا بقى النهاردة هنخش على ايه؟ على القرن الثالث الميلادي. القرن الثالث الميلادي لو تفتكروا شكل الشجرة، شكل الشجرة كان القرن الثالث مكتوب على الناحية اليمين ولا على الناحية الشمال؟ كان ناحية اليمين، ومرسوم جنبه بلطة، حاجة بتكسر، يعني بلطة دي اللي بيكسروا بيها الشجرة. ليه؟ لأن في القرن الثالث كان في محاولة لكسر ساق الشجرة. كان مين صاحب هذه المحاولة؟ عدو الخير طبعا الشيطان، يعني عايز يعمل ايه؟ عايز يموت المسيحيين. ده عصر مشهور قوي اسمه عصر الاستشهاد. يصح واحنا بندرس كده تاريخ كنيسة يلزق في دماغنا بعض المسميات. القرن الثالث ده اسمه قرن الاستشهاد، عصر الاستشهاد. القرن الرابع عصر الرهبنة. القرن الخامس واخر الرابع والرابع بنعتبر احنا الخامس عشان نحفظ عصر المجامع. دي وانت مغمضة كده. قرن الثالث استشهاد، قرن رابع رهبنة، قرن خامس مجامع. ليه؟ عشان ببساطة لما أقولك ماري جرجس جه الأول ولا أبو مقار؟ أبو مقار رهبنة، ماري جرجس استشهاد، يبقى استشهاد قرن ثالث لكن أبو مقار قرن رابع. فهمتوا حاجة؟ طيب تعالوا بقى نشوف القرن الثالث، وعرفنا أن احنا لما بناخد الحاجة نحفظها في القرن هنحفظها برقم القرن، فالقرن اسمه القرن الثالث، فهنحفظ ثلاث حاجات. أول حاجة هنحفظها هي إيه؟ أول حاجة هنحفظها أسماء ناس. أول اسم هنحفظه من الثلاث أسماء دقلديانوس. دقلديانوس ده أشهر إمبراطور في القرن الثالث الميلادي. ليه مشهور؟ لأن ده أكتر واحد عذب المسيحيين، لدرجة أن من كتر تعذيبه للمسيحيين وتفنينه، بيفنن بيقعد بالسنين يعذبهم مش يموتهم على طول، فبيتشهروا بقى. يعني يمسك ماري جرجس، ماري جرجس لو كان استشهد في أول سنة قعد يعذبه شويه، ما رضاش يسمع كلام المسيح، راح قاطع رقبته في شهر ولا حاجه، ما كانش اتشهر ماري جرجس.
لكن اشمعنى مرجرجس بالذات اتشهر؟ لانه قعد يعذب فيه كتير قوي. دقلدانوس ده ما كانش بيكتفي انه يموت الناس، كان يقعد يعذبهم، وبالذات لو ليهم درجه كبيره يعذبهم اكتر واكتر، لعله في الاخر ينكروا المسيح يبقى جاب جون يعني. فيقعد يعذب في الناس كتير قوي ويتفنن في طريقه التعذيب. فكانت الناس اللي بتستشهد على دي كانت بتتشهر قوي، امثال مارينينا، ماري جرجس، قديس ابانوب، قديسه دميانا، كل ده على ايد دقلديانوس والناس اللي اتبع دقلديانوس. لان ساعات بيجي ناس قبله او بعده بحاجه بسيطه بس بينتموا ليه، نفس طريقته ونفس تفكيره او من تحت ايديه، فاللي بيستشهد ايامهم بينسب لدقلديانوس برضه. يعني واحد زي ماري جرجس في الاغلب ما كانش في زمن دقلديانوس بالظبط، بس كان في نفس العصر قريب، بس تحت قياده واحد تاني كان راجل فارسي كده، بس بتنسب لزمن دقلديانوس. زمن دقلديانوس ده كان زمن صعب، مستهدفين المسيحيين بشده ويقعدوا يعذبوهم مده طويله علشان لعلهم يتراجعوا، لان عدد المسيحيين بقى كتير قوي، عدد تقريبا اكتر من نص الامبراطوريه الرومانيه بقوا مسيحيين، فده رقم رهيب. على القرن الرابع هيكون 3/4 الامبراطوريه الرومانيه مسيحيين، فالعدد عمال يزيد، فمش هينفع يموتون كلهم. فكانوا يجوا يعملوا ايه؟ يجيبوا الناس اللي عايزين يموتوهم يقعدوا يعذبوهم مده طويله لعلهم يرجعوا للوثنيه او يتحولوا للوثنيه. فدقلديانوس اشهرهم، وعشان كان هو عنيف قوي كده، فاول سنه مسك فيها كرسي العرش بتاع الامبراطوريه خدناها بقت سنه واحد قبطي او واحد للشهداء. مش احنا عندنا تقويم ميلادي وفي تقويم شهداء؟ سنه 284 مش 248 المكتوبه دي، 284 سنه 284 دي اول سنه يبقى دقلديانوس امبراطور وابتدى يعذب المسيحيين. رحنا احنا واخدين سنه 284 دي وبقت هي سنه واحد شهداء. ركزوا معايا عشان نشوفكم هتجاوبوا ولا لا. سنه واحد شهداء بقت سنه 284 ميلادي، سنه 2 شهداء 285، طب 286 بقت كام شهداء؟ 3 شهداء، 287 4 شهداء. طب لما نيجي دلوقتي بقت سنه 2023 هتلاقيها في الشهداء 1739. احنا دلوقتي 1739 ان شاء الله، وفي سبتمبر اللي جاي ده نيروز الجديده هيبقى 1740. يعني اقصد لو نقصت الرقم ده من الرقم ده دايما هيديك الفاصل ما بينهم كام؟ 284. فهمتوها ولا لا؟ لا دايما بيطلع فيه اتنين مش فاهمينها دايما. بجد فهمتوها كلكم؟ 284 ميلادي بقت واحد شهداء. فكل ما نزود 284 نوصل لغايه 223 نلاقي دي وصلت ل 1740 اللي احنا هنخش فيها دي. فهمتوا الفكره؟ تنقصوا دي من دي دايما تطلع 284. ده الرقم تقريبا الوحيد اللي عايزكم تحفظوه في تاريخ الكنيسه. يعني احنا بندرس تاريخ بس عايزكم تحفظوا بس الرقم ده 284. 248 284 دي سنه اعتلاء دقلديانوس عرش الامبراطوريه وابتدى التعذيب للمسيحيين، فبقت سنه واحد قبطي. لان احنا ما اتضايقناش منه، قلنا يا سلام الراجل ده وصل اكبر عدد من المسيحيين للسماء، ده يستحق الاحتفال. شوفوا الكنيسه بتفكر بطريقه مختلفه خالص عن العالم. العالم بيشوفها ان ده اضطهاد وذل للكنيسه، احنا بنشوفها بركه للكنيسه. عمل لنا شهداء عايشين على حسهم لحد النهارده وبيظهروا لحد النهارده، صدر ناس للسماء، بقينا بنبني كنايس على اسم الشهداء. ودايما في قول كده يقول لك ايه، كان واحد قديس كده عايش في العصر ده قال لك دماء الشهداء هي بزار الكنيسة. يعني كل ما شهداء يستشهدوا تلاقي الكنيسة طلعت أكتر فروع أكتر على حس الواحد وعشرين شهيد بتوع ليبيا دول. كم كنيسة خدت تصريح وكم سن كنيسة بنت وكم، والعالم كله شاف كنيسة القبطية بأنهي شكل. مش جوه مصر ناخد تصريح للكنائس، بره مصر الناس عرفت يعني ايه شهداء ليبيا ويعني ايه الكنيسة القبطية. انا كنت في بلد في اوروبا من حوالي شهر، هناك كانوا الكنيسة المسيحيين اللي هناك الاقباط ما عندهمش كنيسة يصلوا فيها، فراحوا سألوا على كنائس لقوا كنيسة كاثوليكي، فلقوا ما فيش حد بيروح الكنيسة قوي يعني، فقالوا لابونا اللي هناك احنا عايزين نأجر الكنيسة منك يوم الحد، انتوا ما بتعملوش قداس بس احنا ممكن نعمل. قال لهم 5000 يورو في الشهر، طبعا رقم كبير. قعدوا ايه معايا على الكلام، وصل 3000 يورو في الشهر. قالوا له برضه كتير، مش يعني لو ابتدينا قدرنا شهر ولا اتنين ولا سنه مش هنقدر على طول. فراح خد راي المطران كتر الف خير، ونشوف الدماغ المتفتحه الجميله.
فالمطران الكاثوليك اللي هناك قالوا طب نجربهم، اديهم اسبوع اتنين وقول لهم نشوف املوا الكنيسه كده على قد ما تقدر. فطبعا هو الكنيسه كانوا يعملوا قداس، لقى اتنين كبار في السن كده حاضرين بالعافيه ولا حاجه. لما احنا خدنا الكنيسه، الكنيسه كلها اتملت، وبعد الكنيسه مدارس احد، وبعد مدارس احد اجتماع شباب، وبالليل عملنا عشيه وتسبيحه. فوصل الكلام للمطران، فالمطران راح قايل له اديهم الكنيسه ب 3000 يورو في السنه. فراح قال كده، قالوا لا برضو كتير. تخيلوا خدوا الكنيسه بكام؟ خدوا الكنيسه ب 1 يورو، 1 يورو فور 99 ييرز، يعني حاجه رمزيه عشان يعملوا الوصل بس. اداهم الكنيسه، قالوا لهم عارفين تملوها املوها، وكتب كده في السايت بتاع كنيسته: الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه جاءت منقذا للمسيحيه في اوروبا. شوفوا الكلمه الحلوه دي. قبليها كنت في بلد تانية في اوروبا برضو، عاملين كتاب هناك على 21 شهيد بتوعنا بتوع ليبيا. واحد عمل زي كلمه، كان مش ارثوذكسي بس بيعمل زي وعظه كده، فبيقول في اواخر الايام مكتوب في سفر الرؤيا ان الكنائس كلها هتتوحد وهتبقى الناس كلهم مسيحيين، يعني على عقيده واحده، والمسيحيه كلها تتوحد، مش هيبقى في بروتستانت ولا كاثوليك ولا بروتستانت، هيبقى حاجه واحده. بيقول كده ان في سفر رؤيا كده يعني. ماشي فعلا، حتى الباب بتاع دير السوريان، حد راح شافه؟ دير السوريان في باب اسمه باب النبوات، عامل كده الاحقاب الاحقاب الاحقاب، واخر حقبه قبل مجيء المسيح على طول اللي عامل الباب ده بيتنبأ ان هيبقى في صليب كبير كده عن المسيحيه هتتوحد. المهم فبيسالوا الواعظ، بيقولوا له طيب المسيحيه كلها تتوحد بس هتبقى تحت انهي عقيده؟ البروتستانتيه ولا الكاثوليكيه ولا الارثوذكسيه ولا؟ تخيلوا يقول ايه؟ يقول لهم في اعتقادي انها ان المسيحيه هتتوحد وهتبقى بعقيده الكنيسه اللي جابت ال21 شهيد بتوع ليبيا في القرن ال21، لان مفيش كنيسه عارفه تعملها دي. الكنيسه دي هي اللي كلنا هنبقى على ايمانها في الاخر. شوفوا الكلمه حلوه ازاي. فاحنا ما عندناش اي مشكله ان يبقى في شهداء، بالعكس ده لما الكنيسه ترحرح زي ما نشوف في القرن الرابع والخامس. القرن الرابع قرن حلو قوي ومليان ازدهار في المسيحيه. يوم القرن الخامس، في القرن الرابع وبدايه الخامس، تحصل هرطقات وانشقاقات وتحزبات الواحد لما يريح ساعات يكسل. لا احنا نستشهد احسن، فاحنا عمرنا ما نخاف من الاستشهاد. وخدنا دقلديانوس ده يبقى ايه؟ يبقى سنة الملك بتاعه سنة واحد قبطي نحتفل بيه، يعني عيد النيروز اللي جاي ده بنحتفل بمين؟ نحتفل بالشهداء. نحتفل بايه يعني؟ بسنة تولي دقلديانوس الحكم. دقلديانوس امبراطور مشهور على تاريخ الحضارة، انتوا لو رحتوا اسكندرية هتلاقوا فيه حاجة اسمها عمود دقلديانوس، لانه كان راجل عسكري وسياسي كان بارع، يعني مشهور في التاريخ جدا ومشهور باضطهاده للمسيحيين. المهم ايه الاسم التاني اللي هناخده؟ فضل دقلديانوس يموت المسيحيين مده طويله قوي، لحد الصوره اللي عندكم دي، صوره البابا بطرس خاتم الشهداء اللي على الشمال اللي ماسك انجيل عليه صليب. ده البابا بطرس خاتم الشهداء، البطرك رقم 17. امال مين كان البطرك رقم 12؟ بابا ديمتريوس الكرام. بابا بطرس خاتم الشهداء رقم 17. ساعتها كان عز الاضطهاد لدرجه ان بابا بطرس خاتم الشهداء قعد يصلي ربنا ويقول له يا رب انا مستعد انا اموت كبطرك. ما كانش فيه قبل كده حد يستجري موت البطرك، لكن قال له يا رب انا مستعد انا اموت، بس ارفع الاضطهاد عن شعبي، ارفع الاضطهاد عن شعبي. انا كل يوم بشوف ناس بتتيتم وناس بتموت. اصل دقلديانوس ده كان شرير جدا، كان يعمل ايه ساعات؟ يموت العيال ويسيب اهاليهم عشان يتعذبوا، يفضلوا عايشين بس متعذبين، او مثلا يطير لهم عينين ايدين بتاع ويسيبهم عايشين، حاجه قمه الشر يعني، او يخلي حد يعتدي على ناس ويسيبهم عايشين، حاجات سخيفه. فكان الشعب متالم، وفي ناس كانت بتضعف، طبعا في ناس بتضعف. فبطرس خاتم الشهداء قال له يا رب يموتنا انا بس كفايه كده على الشعب. وفعلا في الوقت ده طلع في دماغ الامبراطور ان انا لو موت البطرك بتاع الاقباط يبقى انا كده كاني زلتهم وهوقف اضطهاد بقى. يقوم فعلا يدور، يقوم بقى بطرس يجيله الخبر، يقوم يروح بنفسه يستسلم، يقول له انا البطرك ويبدو ان ربنا استجاب لصلاتي، موتني وسيب عيالي. فيقوم واخده رميه في السجن عشان يموتوا تاني يوم. يقوم المسيحيين يعملوا مظاهره وبتاع ويهربوا بقى بطرس من السجن. يقوم سايبهم ويروح على الفجر ويقول للحارس خد قرار من البوالي بسرعه انك تموتني قبل ما النور يطلع،
قبل ما الشعب يرجع يهربني تاني او يعمل ثورة. موتني بسرعة، بس انا ليا رجاء واحد، ممكن تموتني في نفس المكان اللي استشهد فيه ماري مرقص؟ فاكرين كنيسة البوكاليا؟ فاكرين كنيسة البوكاليا القديمة اللي عند اللي فيها راس ماري مرقص، اللي فيها كذا بطرك المدفون هناك؟ كان هناك راس ماري مرقص متشالة، فراح وركع عند راس ماري مرقص وقعد يصلي. ولو تقروا الحتة دي في التاريخ بقى جميلة جدا، لما بابا بطرس عمال يقول له أنا دلوقتي هبقى جنبك يا ماري مرقص، أنا كده أتمنى أكون أديت رسالتي على الأرض، أتمنى أكون شرفتك، يا رب اقبل روحي. وقعد يصلي وقال للسياف إيه موتني، راح راجل مموته ومات البابا بطرس خاتم الشهداء، ومدفون لحد النهارده برضو في نفس المكان اللي وريته لكم المرة اللي فاتت، اللي هو كنيسة البوكاليا اللي هي المرقصية القديمة في اسكندرية. ويصادف إن في نفس الوقت الإمبراطور كان طلع من فترة كده قرار أنا هفضل أموت المسيحيين لحد ما الدم بتاعهم في ساحة الاستشهاد يوصل لغاية ركبة الحصان بتاعي. ومن هنا جت كلمة الدم للإيه؟ للركب. تسمعوا التعبير ده؟ الدم للركب، الدم بقى للركب. فيقولك دي طالعة من أيام الإمبراطور ده، كان قال أنا هموت المسيحيين لغاية ما الدم في الساحة يوصل لركب الحصان بتاعي. يقولك في الوقت ده، في نفس الوقت الحصان بتاع الامبراطور كان ماشي في الساحة، فتزحلق من دم المسيحيين وراح واقع، فالدم راح جاي ايه على ركبه. فراحوا قالوا له بص انت حلفت انك لو الدم وصل لركب الحصان بتاعك هتوقف استشهاد للمسيحيين. وروا له الحصان بتاعه، قالوا له ملناش دعوة تزحلق ولا ما تزحلقش، انت حلفت. وهو اصلا كان قايل في دماغه انه لو موت البطرك بتاع المسيحيين هيوقف، فجت الحاجتين، راح موقف للاستشهاد لفتره من الزمن. فعلا كانت فتره مريحه، بس امتى بقى؟ بعد ما استشهد البابا بطرس خاتم الشهداء في اواخر القرن الثالث الميلادي. ثالث شخص عايزكم تعرفوه في القرن الثالث الميلادي ده القديس يوليوس الاقفاصي. بصوا شكله مرسوم حواليه ناس مشهورين قوي، شايفين ماري يرجس ومارمينا وناس كتير قوي. ده مين ده؟ ده كان راجل كاتب. كاتب، شغلة الكاتب دي كانت شغلة قيمة جدا زمان، زي ما يكون رئيس الديوان بتاع الوالي، وعايش في اسكندرية بيكتب الحاجات الدواوين والقرارات بتاعة الامبراطور والحاجات دي في اسكندرية. اسكندرية كانت تعتبر عاصمة كبيرة في الامبراطورية. فكان راجل مشهور وعنده تحتيه كتبة صغيرين بيشتغلوا معاه، زي ما يكون هو رئيس وزراء كده وهم تحتيه. وكان مسيحي، فلما سمع ان المسيحيين بيستشهدوا، وعرف طبعا بيستشهدوا في مصر كلها، فقال استغل الوزنه اللي ربنا مديهاني. انا مديني ان انا دقيق جدا في الكتابه، انا والتيم اللي معايا، الناس اللي معايا دول، فاطلقهم في مصر كلها وهو معاهم، اطلقوا في مصر كلها يروحوا ورا الشهداء ويكتبوا سيرتهم قبل ما يتنيحوا. وهم كانوا مشهورين بالدقه، لان هو اصلا كلها الناس دي كلها بتشتغل في ديوان عام الجمهوريه وساعتها بقى المملكه او الامبراطوريه، فناس دقيقه جدا في الكتابه. فانتشروا في مصر كلها وبقوا يكتبوا قصه ابانوب، قصه ماري جرجس، قصه القديسه رفقه، هم اللي كاتبين قصه القديسه رفقه، قصه الام دولاجي واولادها، قصص بعض القصص دي اللي كاتبها اغلبهم قديس يوليوس الاقفاصي. وربنا رتب انه كان موجود في الزمن ده ومسيحي وبيشتغل رئيس الديوان ومعاه كم كبير جدا من التلاميذ، انتشروا في مصر كلها وبقوا يكتبوا سير الشهداء في الزمن او في العصر ده. كتبوا لنا بقى قصص في منتهى الجمال. طبعا مش عارف اقول ايه ولا ايه، انتوا عارفين بقى الشهداء كلهم. اسمعوا مثلا عن مين؟ شهداء اسنا. شهداء اسنا ده كان الوالي بتاع انصنا، كان اسمه اريانوس الوالي. فجاله امر من الامبراطور دقلديانوس، روح انا سمعت ان اسنا دي كلهم مسيحيين وناس معندين، روح موته القريه كلها. فراح رايح على اسنا عشان يموتها. قاموا المسيحيين هناك عرفوا، والاسقف اللي هناك كان اسمه الانبا اسحاق، عرف انهم ان اريانوس جاي يموت اسنا كلها. طب يعملوا ايه؟ هربوا مثلا؟ ابدا، قالوا نروح نعمل قداس ونتناول، نطلع من المناوله على الاستشهاد، تبقى حاجه جميله قوي كده. فكله اعترف وكله تناول، وطلعوا على دير على الجبل عشان يتناولوا يعملوا قداس. راح الوالي اريانوس علشان يموت المسيحيين، ام لقى القريه فاضيه، فين الناس؟ فلقى ست عجوزه قاعده على الارض مش بتعرف تتحرك، فما راحتش معاهم القداس. فقالت له، قال لها، هو فين الناس المسيحيين سكان القريه؟ قالت له اسكت، اصل اريانوس الوالي جاي يموتنا. فراحوا كلهم لمين بعضهم وراحوا القداس يصلوا هناك مع الانبا اسحاق في الدير.
قال لها طب وانت؟ قلت لا انا اتناولت امبارح الحمد لله كتر خيره جاب لي المناوله بس انا مش هقدر اروح معاه ومستنيه هنا بقى عشان استقبل اريانوس. قال لها انا اريانوس وايه؟ وخلص عليها شويه شويه وراح رايح على الناس اللي هناك لقاهم كلهم خلصوا القداس من غير قال له ايه عندك ما تتعبش نفسك. راح طالعين له بزفه كلهم لابسين ابيض ماسكين الصلبان شمامسه واول سيدنا واقف اول واحد وطالعين له يقولوا له ايه يا مرحب. قال لهم انتوا كلكم هتستشهدوا؟ قالوا له اه. فبص لقى في بنات وفي امهات شايله عيال رضع وشباب وعندهم اراضي وعندهم حاجات ولا همهم طالعين كلهم مستشهدوا. فالراجل ايه يعني جاله لحس لوسه في دماغه ايه الناس دي ومسكهم كلهم موتهم فعلا لدرجه ان السيف تلم فقاعدين بينظفوه لقوا اربعه جايين له من الحقل مشهورين اسمهم اربعه فلاحين شهداء اسنا دول كانوا اربع فلاحين جايين من الحقل. فلما جم كانوا بقالهم بقى يومين في الحقل بره فلما جم لقوا البلد كلها استشهدت فراحوا مش يعيطوا بقى ويا لهوي لا راحوا لمين؟ راحوا لاريانوس قالوا له انت عملت ايه؟ قال لهم موتت الناس بتوع انتوا مين بقى؟ قالوا له احنا تبع القريه برضو معلش فاتنا الاستشهاد احنا اسفين جدا ممكن تموتنا؟ قال لهم انتوا مجانين انتوا ولا مين انتوا؟ احنا خلاص على العموم احنا لمينا السيوف بتاعتنا ونضفناها من الدم وهنمشي. قالوا لا ما توسخش السيوف ولا حاجه ادي الفاس اللي كنا بنحفر بيه في الحقل موتنا بيه يعني. راح مموت الاربع فلاحين شهداء اسنا مشهورين قوي وليهم كنيسه مشهوره هناك لما تروحوا اسنا وليهم معجزات لحد النهارده لغايه من كام شهر لما رحت هناك معجزه مشهوره جدا حصلت ليهم وليها علاقه بمكان المدفن اللي كانوا عاملينه كده بس ليها تفاصيل جميله يعني. بيظهروا لناس كتير هناك اربع شهداء اسنا دول. طب وبقيه الشهداء بالالاف؟ طب مين دول؟ ولا نعرف اسمهم. هتلاقوا بقايا منهم موجود عندنا في الكنيسة هنا تروح تاخدوا بس مين اللي جوه الأنبوبة دول؟ ممكن تكون طفلة صغيرة ممكن يكون شاب ممكن يكون واحد لسه متجوز يعني. من ضمن الشهداء كان في تيموساوس ومورا مش متذكر تبع إسنا ولا تبع حتة تانية بس حاجة شبيهة يعني. تيموساوس ومورا دول كانوا اتنين لسه في شهر العسل وبعدين سمعوا الاستشهاد شغال راحوا سايبين شهر العسل وراجعين استشهدوا. ايه ده؟ لا كان دماغ تانية خالص غير الدماغات بتاعتنا. انتوا عارفين احنا دلوقتي ممكن نتفلسف بقى. طب مش ده يبقى انتحار؟ طب مش لازم هو اللي هو يسالهم الاول وهم اللي ما ينكروش لكن طالما هو ما استقلوش يبقى كان حقهم. يا عم عارفين عامله زي ايه؟ زي الست اللي ساكبه الطيب اللي جت سكبت الطيب عند رجل المسيح فراح على طول يهوذا واللي معاه قالوا ايه لماذا هذا ايه؟ الاتلاف كان يمكن ان يباع هذا ويعطى ثمنه للفقراء. السيد المسيح قال لهم اتركوها لانها بتحبني انتوا مش فاهمين حاجه. اللي بيعمل حاجه لانه بيحبني مقبوله منه اين كانت. في لغه تانية اسمها اللغه الروحيه. ولا احكي لكم يمكن اخر حاجه بقى مشهور برضو ما ينفعش ما اقولش. تعرفوا مثلا القديس موريس والكتيبه الطيبيه دقلديانوس والناس اللي حوالين الزمن بتاعه كان عندهم ثوره كبيره ما بين سويسرا وفرنسا. حد منكم راح سويسرا وفرنسا والحته اللي فوق دي؟ بلاد كلها جنب بعضها بلاد الغال والحته الغربيه اللي في اوروبا. كان في عنده ثوره هناك فعايز يخمد الثوره فعايز كتيبه شديده كده تروح تخمد الثوره دي. فقعد يدور في الامبراطوريه بتاعته كلها قالوا له في كتيبه في الاقصر في مصر الكتيبه دي بيرأسها واحد اسمه القائد موريس دول يجوا يخلصوا على الثوره اللي عندك دي ودول ناس عندهم ولاء ووطنيه شديده جدا مش ممكن يخونوا كانوا زمان بيخافوا قوي من الخيانه. فراح استدعى الكتيبه دي كتيبه الاقصر كانت اسمها طيبه فالكتيبه اسمها الكتيبه الطيبيه عشان ساعات بتقروها الكتيبه الطبيه لا هي مش الطبيه هي الكتيبه الطيبيه كانت بقياده واحد اسمه القديس موريس. اخذوه وخدوا معاه الجيش اللي معاه كانوا حوالي 6000 جندي خدوه وراحوا على سويسرا هناك وكانت معاه مين؟ اخته او واحده قريبته اسمها القديسه فيرينا ومعها شويه بنات بيطلعوا يعملوا ايه؟ بيطلعوا من اجل التمريض لاي واحد يتعور في الحرب او كده وهما في الصفوف الخلفيه بيستقبلوا جرحى. المهم راحوا عشان يخمدوا الثوره فالامبراطور عمل لهم مراسم تحيه العلم. تحيه العلم بالنسبه لهم اي زمانها كانوا يحطوا وسن ويقدموا قدامه بخور دي كانها يعني بنحيي العلم ونقول نشيد الوطن يعني. فطبعا القديس موريس قالوا لا انا ما نقدمش بخور للاوثان
قال له يبقى موتك. قال له موتني. فراح قايل للعساكر يرضيكوا الكلام ده؟ هم كلهم مسيحيين وبيحبوا موريس جدا. فقالوا له اه يرضينا. قالوا مش هتقدموا بخور للاوثان؟ قالوا لا. راح موقفهم ال 6600 جندي، وقفهم كلهم كده ويموت واحد ويفوت 9 ويموت رقم 10، ويفوت 9 ويموت رقم 10، يعني يموت واحد من كل 10 عشان ال9 يخافوا. فخلص على عشر ال 6600. فاهمين انا بقول ايه؟ وبعدين جالهم تاني قال لهم ها رجعتوا في كلامكم؟ لا، راح موت واحد ومفوت 10، موت واحد ومفوت 10 عشان برضو اللي فاضل يتعظ، ما اتعظوش. فوجه كلامه للقديس موريس وحبسه هو وكل الناس عشان يراجعوا كده، يخلص على الكتيبه اللي جايه اصلا تخمد له الثوره. فراح القديس موريس بعت له جواب في منتهى الجمال لما تقروه. النص الجواب الاولاني بيعلن فيه قد ايه احنا ناس وطنيين، وقد ايه احنا بنأتمر بامرك يا جلاله الامبراطور او جلاله الملك، واللي هتقوله لنا لازم هنعمله، وارواحنا فداء الامبراطوريه وفداء بلدنا، حاجه في منتهى الجمال يعني. ولكن، وبعد كلمة ولكن، ولكن ربنا يجي قبلك، وربنا يجي قبل وطننا السماوي يجي قبل وطننا الأرضي. فلو أما لو أنت مصمم تخيرنا ما بين الاثنين، إحنا مش هينفع ننكر وطننا السماوي. وبعدين كلمة في ودنك، أنت لو لقيتنا تخلينا عن وطننا السماوي وديننا عشان نتبعك، يبقى من حقك بعد كده تشك إن إحنا خاينين. لأن اللي هيخلينا نخون ديننا يخلينا نخونك انت في وقت من الاوقات، لكن احنا عمرنا ما كنا خاينين لا لوطننا السماوي ولا لوطننا الارضي. الحاجه اللي احنا مقتنعين بيها مش هنخونها. عايز تموتنا موتنا، لكن احنا مش هنرجع عن افكارنا. قعد يبعت لهم طب عيالكم اللي مستنيينكم في الاقصر في مصر، طب مراتاتكم، طب اي حاجه ما فيش. وكل الكتيبه، كل الكتيبه استشهدت. دي اللي بتجنن الواحد او بتجنن الناس اللي بيقروا تاريخ استشهاد الكنيسه المصريه. 21 شخص بتوع ليبيا كلهم استشهدوا. انتوا عارفين لو كان واحد منهم قال لهم لا انا مش هبقى مسيحي وخلاص، كانوا عملوا ايه فيلم وحفله ده. لكن ده ولا واحد ضعف. وكذلك حاجه زي الكتيبه دي كلها استشهدت تحت اسم المسيح. بس قصه ما خلصتش على كده. فضلت مين بقى؟ البنات بقياده القديسه فيرينا. كانوا بقى قاعدين في كهوف، مش هينزلوا الحرب فمش بيقدموا بخور ولا حاجه، فقاعدين في كهوف. طلعت القديسه فيرينا أملأت كل عائلتها وكل اللي في الجيش ماتوا، لكن لقت الناس اللي في سويسرا ناس لسه مش متعلمين أصول التمريض وكمان أصول النظافة، فابتدت تعلمهم. مش هترجع مصر ازاي؟ فقاعدة بقى في سويسرا. ابتدت تعلمهم ازاي يسرحوا شعرهم، ابتدت تعلمهم ازاي ينظفوا نفسهم، ازاي ياكلوا بطريقة صح، ازاي يعتنوا ببشرتهم بقى، كل حاجه ليها علاقه بالنظافه والشكل وغيره ابتدت تعلمه لهم القديسه فيرينا. لدرجه ان اللي منكم يروح سويسرا يلاقي هناك قديسه فيرينا مشهوره ليها عيد قومي بيتاخد له اجازه في حوالي 30 قريه متسميه باسم القديسه فيرينا. السفارة السويسرية هنا في مصر تروح تلاقي التمثال اللي فوق على الشمال ده، التمثال ده، ده تمثال القديسة فيرينا ماسكة حاجة فيها أدوية وماسكة بإيد التانية مشط، ومكتوب تحت هنا القديسة المصرية التي علمت سويسرا النظافة. سويسرا دي أجمل بلد بلا منازع، لو رحت سويسرا فيش أجمل من كده. لكن جميل جدا يتكتب المرأة المصرية التي علمت أهل سويسرا النظافة. القصة دي قصة القديسة فيرينا شفيعة سويسرا وشفيعتنا احنا طبعا. طبعا في سويسرا في حوالي 30 كنيسة، 37 كنيسة باسم القديسة فيرينا. في مصر هنا في كنيسة واحدة باسم القديسة فيرينا، مش عشان احنا بالنسبة لنا هي حد قليل، لكن احنا عندنا قديسين كتير بيتسمى على اسمائهم كنائس. طولت عليكم شوية في موضوع الشهداء، بس انا يهمني ان القرن الثالث نفتكر فيه ثلاثه اساسيين. مين؟ دقلديانوس، البابا بطرس، يوليوس الاقفاص. دقلديانوس اشد واحد في عذب المسيحيين وتفنن في طريقه قتلهم. البابا بطرس خاتم الشهداء اللي كان بنهايته وقف الاستشهاد بارشلي وقت قليل يعني. والقديس يوليوس الاقفاصي اللي مشهور باسم ايه؟ كاتب سير الشهداء.
بصوا المنظر ده يعني مش هنحفظه ولا حاجه، بس في السريع دول العشر اباطره اللي اضطهدوا المسيحيين من روما. اللي منكم يقرا سفر الرؤيا يلاقي القديس يوحنا شاف تنين عنده 10 قرون، فالاباء فسروها ان ده الامبراطوريه الرومانيه هي التنين، طالع منها 10 قرون، دول 10 اباطره او 10 حلقات استشهاد. بصوا المنظر وبصوا التدرج. يعني اول واحد نيرون كان عشان يموت المسيحيين كان لازم يلفق لهم تهم، وهو ده اللي موت بولس وبطرس. عارفين احنا بكره عيد الرسل، القديس بولس والقديس بطرس ماتوا بتهمه ايه؟ ما كانش ينفع نيرون يقولها موتهم عشان مسيحيين، ما ينفعش، لازم يلفق لهم حاجه. فنيرون انتوا عارفين حرق روما ولفق حرق روما للمسيحيين. طب وبولس وبطرس دول الكبار بتوعهم بقى، فبولس وبطرس استشهدوا تحت تهمه تحريض المسيحيين على حرق روما. دي التهمه. يعني قد كده المسيحيه كانت انتشرت جدا، فهو مش ملاحق عليهم، ملقاش حل غير حل صعب جدا زي ده، يحرق العاصمه عشان يتهم فيها المسيحيين، فيبقى عنده مبرر انه يموت المسيحيين ويموت الرؤساء بتوعهم بولس وبطرس. وكان بياخد المسيحيين يولع بيهم الشوارع بالليل. فين القصه دي؟ يعني ما كانش فيه عواميد نور، كان عمود النور كده وبيحطوا في اخره حاجه فيها غاز او حاجه ويولعوها نار عشان تولع الشارع. وقف الحكايه دي ويعلق في العواميد دي، يربط مسيحيين يولع فيهم، يطلع عليهم غاز يولع نار عشان يولعوا النور في الشارع. حاجه في منتهى العنف. اللي بيحرك كل الحاجات دي مين؟ التنين، اللي هو مين يعني؟ الشيطان. فما تستغربش لما اليومين دول تلاقي الشيطان بيظهر باي صور، صور استشهاد ولا صور اضطهاد ولا صور تشكيك ولا صور بلبله ولا كده، عادي جدا يعني متعودين على كده. لكن ابواب الجحيم لن ايه؟ لن تقوى علي. بعد كده جه الامبراطور دوميتيان. امبراطور دوميتيان ما كانش بيلفق تهم ومش عارف يموت، فكان يعذب وكان ينفي. عشان كده القديس يوحنا الحبيب لما جه في عصر دوميتيان ما موتوش، لان كان المسيحيين كتروا ومش عايز يموت كل الامبراطوريه، فبقى بينفي ويعذب بس ما يموتش. عشان كده القديس يوحنا هو الوحيد اللي ما استشهدش، اتنفى في جزيره بطمس وهناك كتب سفر الرؤيا. جه بعديه واحد اسمه تراجان، ده اول واحد يطلع قرار ان المسيحيه ديانه محرمه، يعني كون انك مسيحي من حق احبسك، وانت لسه عملتش حاجه، مش هلفق لك حاجه، انت اصلا عشان مسيحي احبسك. وساعتها استشهد القديس ماري اغناطيوس الانطاقي، ده قصته طويله يعني وجميله، اللي هو استشهد باكل بالسباع بالاسود، اطلقوا عليه الاسود في الحلقات بتاعت روما دي، اطلقوا عليه الاسود وموتوه. كان تلميذ لمين القديس ماري اغناطيوس؟ ده كان تلميذ للقديس بطرس الرسول شخصيا. القديس بطرس الرسول كان تلميذه ماري اغناطيوس الانطاقي. ماري اغناطيوس الانطاقي ده الطفل اللي شاله السيد المسيح واحتضنه وقال للتلاميذ اذا اردتم ان تدخلوا ملكوت السماوات خليكم زي هذا الطفل. هذا الطفل لما كبر بقى تلميذ للقديس بطرس الرسول، وبقى اول بطرك على انطاكيا في سوريا، ماري اغناطيوس الانطاكي. ولحد النهارده كل بطاركه سوريا بيتسموا باسم ماري اغناطيوس قبل اسمهم. يعني بطرك الحالي اسمه ماري افرام، تلاقي اسمه ايه؟ ماري اغناطيوس افرام. اللي قبله كان اسمه يعقوب، كان اسمه ايه؟ ماري اغناطيوس يعقوب بطريرك ثالث الانطاكي. اللي قبله كان اسمه زكا عواص، فتلاقي اسمه ماري اغناطيوس زكا عواص. بيحبه جدا القديس ماري اغناطيوس الانطاقي بتاع سوريا، السريان. سوريا يعني السريان، عارفين دير السريان؟ دير السريان يعني بتاع سوريا، ما احنا وسوريا ايمان واحد، السريان الارثوذكس. فماري اغناطيوس الانطاقي ده اول بطرك عليهم، وده كان تلميذ للقديس بطرس الرسول. وفرصه اقول لكم ان اللي يقرا كتابات ماري اغناطيوس كانه بيقرا كنز. ليه؟ لان ماري اغناطيوس ده تلميذ بطرس، كان عايش في القرن الاول الميلادي، بيتكلم في الكتابات بتاعته عن التناول وعن الاعتراف وعن سر الزيجه وعن المذبح وعن الشمامسه وعن الكهنه. عشان لما حد يسال هو في القرن الاول كان في اعتراف، اقرا ماري اغناطيوس وتعرف ان كان في اعتراف، كان في تناول. ماري اغناطيوس قال حته جمله، قال من لا يعترف بأن ما على المذبح هو جسد ودم المسيح ويقول أنه رمز يحرم من الكنيسة. القرن الأول الميلادي، ماري اغناطيوس الأنطاقي تلميذ بطرس الرسول، كتاباته كتابات أصلية.
لكن عايز اقوله ان نشوف التدرج. في الاول كان لازم يلفق، بعد كده ينفي، بعد كده ديانه محرمه. مرقس اوريليوس ده كان يهدد ويعذب. سبتيموس ساويروس ده كان متخصص للاسف في حروب العفه، كان يستقصد البنات بالذات، زي القديسه بيربتوا والقديسه بوتامينا اللي حب يرميهم مره في زيت مغلي، بوتامينا في الزيت المغلي، وبيربتوا اللي القاها للسباع. واكسكيوز مي، يعني كان يهمه ان يبقى في شو في الموضوع يعني. لكن هما زي ما انتوا تقروا في القصه ازاي كانوا بيداروا نفسهم، وكان الناس المسيحيين يتلموا عشان ما يبقاش منظر سخيف. يعني هي مش همها انها بتستشهد، بس يهمها انها ما تكونش في منظر وحش قدام الناس. لكن هو كان للاسف هذا الشخص بيستخدم الطريقه دي. اللي بعديه ماكسيمينوس التراقي، ده كان ساعتها حصل زلزال في الامبراطوريه، فراح اتهم المسيحيين ان هم السبب في الزلزال عشان الالهه الوثنيه متضايقه ان بقى في حاجه اسمها مسيحيه، فراح عمل اضطهاد عام، فمات فيه ناس كتير جدا مش معروف اسمائهم، لانه كان بيموت بالقريه كلها، اي مسيحيين يموتهم على طول. طب وبعد كده جه واحد اسمه ديسيوس ده اول واحد يطلق اضطهاد شامل على الامبراطوريه. يعني اضطهاد شامل يعني انا مش هستنى اعرف انك مسيحي فاقبض عليك واعذبك وموتك، ده انا هعمل اضطهاد شامل، يعني همشي الجنود بتوعي في الامبراطوريه يخبطوا على البيوت، لو لقوا حد مسيحي او حد حاطط اي صوره ولا كتاب ولا انجيل ولا لابس صليب اموته، مش هستنى اكتشفكم، ده انا اللي هدور عليكم. وساعتها استشهد مين؟ ابو سيفين. يعني بصوا، ابو سيفين بالذات استشهد قبل العصر بتاع دقلديانوس. شايفين فين ديسيوس؟ ديسيوس اهو، دقلديانوس اهو. ديسيوس كان في زمن قبل دقلديانوس، يعني ديسيوس كان قبل ماري جرجس وقبل مريمينا. ده مريمينا وماري جرجس ابو سيفين بالنسبه لهم كان مثل اعلى، كان شفيعهم. الامير تدرس كان هنا ايام دقلديانوس، امير تدرس، قديس اباس خيرون، مريمينا، دول هنا كانوا بيتشفعوا ابو سيفين. ابو سيفين اول واحد، مش كده ابو سيفين مشهور قوي لانه كان اول واحد، اول مره يبقى في حد كده عظيم في الامبراطوريه ويستشهد ويتبهدل في الاستشهاد بتاعه، يعني كان ابو سيفين. بعد كده جه واحد اسمه فاليريان، ده ابتدع قصه جديده انه يموت الاكليروس. يعني قال لا انا هسيبك من الشعب، انا موت الكهنه والاساقفه والناس دي. بعد كده جه واحد اسمه اوريليان، ساعتها حصل هدوء، كان مفيش، كان راجل معتدل، فما كانش فيه اضطهاد كتير، ما بيوقفش الاضطهاد لكن كان فيه هدوء، بس نسميه الهدوء الذي يسبق العاصفه. ليه العاصفه؟ لان هيجي بعديه دقلديانوس، ودقلديانوس بقى يتفنن في التعذيب. يعني مش بس يموت كميات كبيره وهو اللي بيدور، لا ده بقى يعمل حاجات جديده، بقى يعمل ساحه استشهاد، دي حاجات ما حدش سمعنا يعني ايه ساحه استشهاد، لا يعمل منطقه كامله للاستشهاد، ويعمل بقى موضوع اللي يلبس مثلا ماري جرجس حذاء فيه مسامير، يعمل مش عارف ازاز مكسر، ويعمل حاجات بقى ايه سخيفه جدا، ده تفنين، ويقعد سنين يعذب في الشخص. قلبك وجعكم ولا لسه؟ انا شخصيا قلبي قال لي سوري وجعني كمان من الكلام، حسيت ان تخيلوا احنا الكلام بس وجع لي زوري، امال الناس دي كانت بتشوف ايه؟ تخيلوا بقى انا وسط ده كله ومش عارف امنع نفسي عن فكره شريره مثلا، ولا لا لا هتلذذ، شوف اجدادك دول كان بيحصل فيهم ايه، ده مش كانوا بيتحاربوا بفكره، ده انا اقول لا، الافتقاد صعب، الدنيا حر، كان بيحطوا في زيت مغلي، وكان يهمها وهي في الزيت المغلي بس ان لبسها ما يتشالش من عليها عشان ما حدش يعني يحارب في الطهاره، ده كل تفكيرها بس تموت في الزيت المغلي. دول اجدادنا حبايبي، كل دول مصريين، انا قلت لكم انا بدي تاريخ استشهاد الكنيسه القبطيه، انا ما بتكلمش لسه على العالم، العالم كان مليان قصص تاني، لكن ده بالتدقيق للي اصابنا احنا في مصر. ناخد لمحه من القرن الرابع واختم بعد كده، بس نبقى باسمنا ابتديناه. القرن الرابع حد فاكر في الشجره كان ايه؟ الثمار، يعني كان على الناحيه الشمال ولا الناحيه اليمين؟ يعني شويه هدوء، عشان بس ايه اقفل معاكم بشويه هدوء بعد فتره الاستشهاد دي. بعد فتره الاستشهاد ودقلديانوس رقم 10، ممكن حد يسالني طب ليه ما فيش رقم 11؟ لا الحمد لله، كان البابا بطرس خاتم الشهداء استشهد في القصه اللي حكيت لكم عليها دي، فخلص زمن دقلديانوس، وواحد بعديه اسمه ماكسيميانوس شبهه كده بس يعتبر نفس تبع دقلديانوس يعني. وجه بعديهم بقى فترة راحة، مين فترة الراحة دي بقى؟ الإمبراطور قسطنطين، الإمبراطور قسطنطين اللي هي أمه الملكة هيلانا، الملكة هيلانا العظيمة المسيحية اللي اكتشفت الصليب،
اللي بنت كنيسة القيامة اللي عمرت الكنائس كلها، الإمبراطور قسطنطين. لقصة مشهورة، قصة مشهورة بتاعته إيه؟ إنه كان رايح يحارب فشاف علامة في السماء، علامة صليب وصوت بيقول له بهذا تغلب، زي الرؤية بتاعت شاول كده وبولس الرسول. فعرف إن دي العلامة بتاعت المسيحيين، خدها حطها بالحديد على الخوز بتاعت الجيش بتاعه وفي السيوف والتروس بتاعت العساكر بتوعه، وقال أنا لو كسبت فعلا بشفاعة هذا الصليب أنا هرجع وهوقف الاضطهاد على المسيحيين والتفت للمسيحية دي بقى. وفعلا ده اللي حصل، راح يا حبيبي ولا يهمك. فرصة أقول لك يا حبيبي مفيش داعي لكرمشة الكيس بس كل شوية عشان الحاجة بتطلع نقية الحباية. وفعلا عمل علامة الصليب على الخوز بتاعة الجيش بتاعه على التروس، ودخلوا وقال يا رب أنا لو رجعت فعلا وانتصرت في هذه الحرب أنا هلتفت لموضوع الصليب والديانة المسيحية دي وأوقف الاضطهاد على المسيحيين. فعلا كسب في الحرب ورجع وابتدى يسأل عن المسيحية دي إيه وفهم القصة. والإمبراطورة هيلانا بقى تجلى دورها ساعتها وعمقته، ما كانش هو مسيحي. أنتوا عارفين ساعتها كان مش لازم العيلة كلها تبقى مسيحية، ممكن تلاقي الأم مسيحية والولد لسه لأن أبوه مش مسيحي وهكذا. فابتدت تعلمه وابتدت بقى المسيحية ساعتها بدل ما تبقى ديانة محرمة بقت ديانة مسموح بيها. عمل حاجة اسمها منشور ميلان سنة 311 ميلادي، والمنشور ده يقر بأن اللي عايز يبقى مسيحي يبقى مسيحي، واللي محبوس في السجون لأنه مسيحي بس ما فيش أي تهمة تانية يفرج عنه، وما فيش حاجة اسمها ممنوع بناء كنائس، اللي عايز يبني كنائس يبني. مش بس كده، ابتدى يرمم كنائس قديمة وابتدى يبني أديورة، وابتدى يروح فلسطين يدور على الصليب المقدس ويعمر كنيسة أورشليم ويدور على الأماكن الأساسية اللي كانت في أيام المسيح، المكان اللي اتولد فيه المسيح، يبني كنيسة مكان المزود، يدور على المكان اللي اتدفنت فيه الست العذراء يبني كنيسة باسم الست العذراء وهكذا. فكانت فترة إيه؟ فترة حلوة جدا. الناس كانت لسه من يومين كانت بتموت عشان المسيحية، يعني كان اللي يبقى ماشي بس ماسك صليب كانوا بيقطعوا راسه. دلوقتي بقت الناس بتعمل تسبيحة في الشارع، إن كله أعلن على مسيحيته بقى مبسوط جدا، الإمبراطور نفسه بقى مسيحي. حاجة نقلة جوهرية في التاريخ. طيب بس عايز أسألكم حاجة، الناس بقى اللي عايشة أياميها كانوا عايشين، بصوا التعبير، بنفسية الشهيد. يعني إيه نفسية الشهيد؟ يعني مستعدين إيه؟ يموتوا في أي وقت. مرة واحدة بقى مفيش موت، خلاص ما بنموتش المسيحيين، بس هم عندهم استعداد للتنازل عن العالم وعن الأرضيات وكده. هو كانوا بيموتوا، خالهم مات، عمهم مات، أمهم ماتت، كل دول استشهدوا. طب واللي طالعين في الجيل ده بقى، حتة إن هم إن بقى في سماحة والمسيحيين عايشين بحرية وكل حاجة، بس جواهم نفسيتهم كانوا مستعدين، كانوا يموتوا في أي لحظة ما كانش هتفرق. فبالتالي ابتدت تظهر بقى حركات الرهبنة، طلع ناس كده أربع أشخاص منورين عشان اسمه القرن الرابع، قلنا كل قرن هنحفظه بعدده، فهنحفظ أربع أشخاص منورين في التاريخ في الوقت ده. طلعوا وتربوا في بيوت أصلا كانت بيوت ليها قرايب شهداء وليها جيران شهداء، فبالتالي عندهم استعداد يسيبوا العالم في أي وقت. فطلعوا بقى بفكرة الرهبنة، ونسمي القرن الرابع قرن أو عصر الرهبنة. وكلهم طبعا مصريين، أنبا أنطونيوس من بني سويف، أبو مقار من منوفية، أنبا بخوميوس من الصعيد حتى جنب إسنا، إسنا اللي كانت كلها استشهدت دي، فهو شاف كل المسيحيين بيستشهدوا. وبعديهم بشوية نقدر نعتبر في القرن اللي وراه بس هنضمه للقرن الرابع علشان نحفظهم على بعض، الأنبا شنود رئيس المتوحدين، وده طبعا من سوهاج. الأسماء دي يا حبايب أسماء مشهورة على مستوى العالم، يعني لو رحت لأي رهبنة في العالم، رهبنة الدومينيكان مثلا، رهبنة الجزويت، رهبنة الأم تريزا، أي رهبنة فرانسيسكان، أي رهبنة تسألهم تقول لهم مين أصل الرهبنة يقول لك سانت أنتوني بتاع مصر طبعا.
ومين تاني يقول لك سانت ماكاريوس، ومين تالت سانت بخوم. بتلاقي فيه أديرة على اسمها سانت أنتوني وهي مش أرثوذكسية أصلاً، تلاقي دير ممكن كاثوليكي بس باسم سانت أنتوني. الأم تريزا تحب جداً الأنبا أنطونيوس، تتكلم على الأنبا أنطونيوس. فاللي ابتدى الرهبنة في العالم كله كانت الكنيسة المصرية الأربع قديسين دول. نبتدي بالأنبا أنطونيوس بس واكتفي بيه النهاردة، ينفع خمس دقائق كمان؟ طيب الأنبا أنطونيوس وهنتكلم في خمس دقائق بس عنه ونكمل المرة اللي جاية بنعمة ربنا. الأنبا أنطونيوس قرن الرابع الميلادي اللي نسميه قرن الثمار، أربع ثمار كبار نبتديهم بالأنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس كان شاب عايش في بني سويف، أبوه كان إقطاعي كبير. يعني إيه إقطاعي؟ يعني كان بيملك أراضي زراعية كتيرة، يعني يقولك أكتر من نص بني سويف دي كانت بتاعته، يعني الأراضي بتاعته، غني جدا، ويشخط ويؤمر وينهي، وكلمة منه يعني تتعمر بيت، وكلمة منه ممكن تخرب بيت لو رفض واحد ولا عمل حاجة، يعني زي محافظ. وفي يوم من الأيام مات أبو أنطونيوس، فوقف الأنبا أنطونيوس كشاب صغير قدام جسد أبوه كده وكلم نفسه يعني بصوت كده كأنه بيكلم الجسد اللي قدامه، بيقول له لقد خرجت من هذا العالم بدون إرادتك، ولا عجب في هذا، ولكن العجب مني إذا فعلت مثلك. يعني أنت امبارح كنت معانا، النهاردة مت، وده مش بإرادتك، مت مت من غير ما أنت اللي تعوز، أنا بقى أبقى غلطان لو عملت زيك، أنا لازم أموت بإرادتي قبل ما أموت من غير إرادتي. طب يموت بإرادته يعني إيه؟ يعني يسيب العالم ويبقى كأنه ميت عن العالم، فاهمين الفكرة؟ بس ما كانش لسه في حاجة اسمها رهبانة، وما مش عارف هيعمل إيه، يعني الجملة دي ايه توابعها؟ مش متخيلها. فراح واخد بعضه وراح رايح الكنيسة، وقال احضر، ما الواحد لما يبقى مش عارف قرار يعمل ايه اول حاجة يروح الكنيسة، هيسمع منين، هيصلي ويشوف الكنيسة هتقول ايه. الكنيسة صوت ربنا على الارض، والكنيسة دي العروس بتاع المسيح، والمسيح هو العريس، بس كأن الكنيسة امك والمسيح ابوكي. فساعات تبقى بابا يعني عايزه تكلمي ماما كده، بابا كان قصده ايه؟ يعني بابا ممكن يبقى في حته انت مش فاهماها، فتروحي على مين؟ تروحي على ماما. ماما هو بابا هيزعل لو عملت كذا، ماما هو بابا رايه كذا. فهو الواحد يروح على الكنيسه، يا كنيسه ربنا يسوع يقصد ايه؟ فراح الأنبا أنطونيوس يحضر قداس، فسمع الشماس بيقرا جزء، لقى الجزء بيقول ايه؟ ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني. عجبته الكلمة، فبعد القداس راح جايب الشماس وقال له بقول لك ايه؟ هي الآية اللي انت قريتها النهارده دي معناها ايه؟ قال له معناها يعني مش سهل، ان الواحد لو عايز يبقى كامل يعمل زي ايليا في العهد القديم كده، يسيب الدنيا ويعيش في صحرا، او يعمل زي يوحنا المعمدان يسيب الدنيا ويعيش في صحرا، او يعمل زي صموئيل النبي يسيب الدنيا ويعيش في مغارة. صموئيل النبي كان مكتوب كده وذهب الى منسكه، منسكه يعني مغارة، ايليا مكتوب وذهب الى المغارة. ففكرة الرهبنة من غير ما تتبلور باسم الرهبنة كانت موجودة، ويوحنا المعمدان والسيد المسيح نفسه كان يطلع على الجبل ويقضي يقول ليس له اين يسند راسه. فقال له يعني الكلام ده هو ده الكمال المسيح اللي ربنا عايزه؟ قال له اه. فراح راجع لاخته، كان ليه اخت الأنبا أنطونيوس، وقال لها بقول لك ايه، احنا عايزين نسيب العالم بارادتنا قبل ما نسيبه من غير ارادتنا زي ما حصل مع ابونا. قالت له انا معاك، انا برضو بفكر في نفس التفكير، بابا اللي كان بيشفط وينطر امبارح النهارده ملوش حس، لازم نعمل حساب اللحظه دي. قال لها طب انا النهارده رحت القداس لقيت الايه بتقول اذا عايز تبقى كامل بيع كل اموالك. قالت له خلاص نبيع كل اموالك. ايه؟ طب هناكل منين؟ إيه؟ قال لها ما انت عندك حق برضه. خلي بالك الأنبا أنطونيوس مش سوبر هيرو، يعني مجرد ما سمع الايه راح بايع فلوسه، انسان طبيعي خالص. وقصته مكتوبه اسمها قصه حياه أنطونيوس، او حياه أنطونيوس بقلم مين؟ اللي كتب قصة أنطونيوس تلميذه البابا أثناسيوس الرسول. تلاقوا كتاب كده في منتهى الروعة اسمه حياة أنطونيوس بقلم البابا أثناسيوس الرسول، حاجة روعة. المهم فاللي يقرأ الكتاب بقى يفهم القصة ان الأب أنطونيوس ده كان انسان طبيعي يعني. فقال لأخته طب ما فعلا هناكل ونشرب منين؟ قالت له مش عارف. قال لها طب اروح الكنيسة تاني. فراح تاني يوم القداس ام لقى الشماس بيقرأ ايه؟ لا تهتموا فيما للغد، الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شره. فراح رجع لها وكأنه لقى كنز بقى، لها بصي لقيت الإجابة،
ربنا بيقول النهارده بس نشيل اكل النهارده وملناش دعوه بكره. قالت له اكيد. قال لها بص دي عايزه حته ايمان. قالت له طب انت هتعمل ايه؟ قال لها هطلع في الصحراء. قالت له وانا؟ قال لها انت تحب تعملي ايه؟ قالت له ما ينفعش احنا هنروح الصحراء، بس في حاجه اسمها بيت للعذاره، كانت بيوت ملحقه بالكنائس يعيش فيها بعض العذاره اللي عايزين يعيشوا لربنا ومش عايزين يتجوزوا. وده يدل ان فكره الرهبنه كانت متبلوره عند السيدات قبل الرجاله، لسه ما كانش في اديره رهبان، بس كان في بيت للعذاره. عجبتكم دي؟ طيب تمام، عارف بين الابتسامه تبان ساعتها على طول. ففعلا راح واخد اخته ووداها بيت للعذاره وراح طالع هو. ما اعمل ايه بقى؟ اطلع في الصحراء اعمل ايه؟ فقعد يدور لقى في راجل عجوز قاعد في عشه وعمال يصلي متعبد لربنا. فراح قال له انت قاعد هنا تصلي؟ قال له انا هنا قاعد بتعبد لربنا وعامل العشه دي عايش فيها، بعمل شويه حاجات بايديا ابيعها وبتاع واكسبها واصرف على نفسي، بس انا قررت اني ما اتجوزش وعيش كده لربنا. فالاب انطونيوس قال له طب ممكن تقبلني ابقى تلميذ ليك؟ اب انطونيوس اللي هو اب كل الرهبان قال له ينفع ابقى تلميذ ليك؟ قال له تعالى. فقعد مع الراجل ده اللي احنا ما نعرفش اسمه، قعد معاه ثلاث سنين يتعلم منه يعني ايه يصلي، يعني ايه صوم، يعني ايه الاجبيه، يعني ايه الانجيل، يعني ايه يعمل مطانيه، يعني ايه يمسك السبحه، يعني ايه يقول صلاه يسوع، يعني ايه يقاوم حروب ابليس. بعد ثلاث سنين الراجل ده قال له انت كده استويت، تقدر تروح تعيش بقى في مغاره لوحدك. قال له بجد؟ قال له او لو عايز حاجه تعالى لي تدريج. فراح واخد بعضه وراح عامل عشه فين؟ قال انا هدخل الصحراء بعيد قوي الصحراء، هقعد عند حته من فروع النيل كده عشان الاقي ميه. فعمل زي خيمه ولا عشه وقعد فيها ويصلي ربنا ويعمل الحاجات اللي اتعلمها من المعلم بتاعه جنب الميه. فشويه لقى واحده جايه ومعاها مجموعه بنات ونزلوا ايه يستحموا في الميه. قال لهم عندكم بتعملوا ايه؟ قالوا له ننزل نستحموا. قالوا تستحموا ايه؟ انا خدت المكان ده عشان انا راهب، ما ينفعش تستحموا قدامي كده، شوفوا حته تانية. قالوا له يا سلام، ده مكاننا وبنيجي على طول، وانت ايه اللي مقعدك هنا؟ قال لهم عشان اشرب، فقعد حته جنب النيل. قالوا له راحت واحده الرئيسه بتاعتهم قالت له يا سلام، انت لو واحد بقى عايز تتعبد لربنا بجد روح خد بعضك وادخل في الصحراء وربنا يبقى يجيب لك ميه براحته، ما تخليه عندك ايمان. اما لا تصدق عندك حق فعلا، انا يصح انا ايه اللي مقعدني جنب الميه، انا اخش جوه ربنا يتصرف. وراح واخد بعضه وراح طالع اخر شرق مصر بحر الاحمر، وطلع فوق جبل بحر الاحمر اللي هو دير الانبا انطونيوس دلوقتي، وطلع فوق وربنا طلع له ميه من جوه الصخره بتاعه الجبل. تصدقوها دي؟ رحت دير الانبا انطونيوس؟ عمر في جبل يعني الميه تطلع زي فوق ويطلع الميه من جوه الصخره؟ ولحد النهارده ميه طالعه من ما بين الصخور. فقعد الانبا انطونيوس هناك يشرب من الميه ويتعبد لربنا. برضو القصة ما جاتش بسهولة. أنبا انطونيوس بجلالة قدره قعد يصلي 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 وين زهق. أنبا انطونيوس احنا فاكرين أنبا انطونيوس ما بيزهقش، لا إنسان. مش السيد المسيح قال صلوا كل حين ولا إيه؟ تملوا. يبقى ممكن تحاربنا الملل، ربنا متوقع يعني. فلقى نفسه إيه ده إيه ده إيه ده، لا طب أنا أصلا سايب الدنيا كلها عشان أقعد أصلي لربنا. فراح ربنا موريله رؤية، لقى بعيد كده في نخلة قاعد جنبها واحد وقاعد بيدفر خوص. قال ايه الراجل ده، مين اللي جابه هنا ده؟ فراح رايح له قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا قاعد اصلي لربنا طول الوقت، بس جسدي ده ممكن يثور عليا ويحسسني بالزهق، فبقعد اعمل خوص واروح ابيعه واصرف على نفسي عشان اكل روحي، وفي نفس الوقت ما بين الشغل اقعد اصلي. وراح بصص له كده وقال له افعل هذا يا انطونيوس فتحيا، واختفى من قدامه. فعرف ان ده ربنا بعت له ايه؟ رؤية ملاك عشان يعلمه حتة العمل اليدوي، لان الجسد محتاج يشتغل، لو ما اشتغلش يصور عليك، لازم وقتك يبقى مشغول ولازم جسمك يبقى مشغول. وابتدى يعمل فكرة ان العمل لازم يكون ملازم للراهب. ومرة تانية الانبا انطونيوس يجيله فكرة، فكرة ايه؟ بقول لكم انسان عادي طبيعي، يجي له فكرة يقول يا سلام انا هنا عايش في الجبل وسبت العالم كله، انا اول واحد يعمل كده، دي اكيد يعني الحكاية دي عاجبة ربنا قوي، انا لسه ما وصلش مستوى الكبرياء يعني دماغكم ما تروحش لبعيد.
فربنا راح لقى بيفكر كده، قال له لا تعالى تعالى انطونيوس. بتقول ايه؟ قال له يعني ان انا اول واحد اجي هنا كده. قال له لا يا غلطان، انا هروح اوري لك واحد لا تستحق الارض انه يعيش عليها، هوري لك واحد بسببه انا ما بجيبش فيضانات على مصر ومخليها بلد حضاره وبلد فيها زرع وري والنيل بيجي في مواعيده عشان صلاه هذا الشخص. شوفوا العظمه، يعني الناس اللي عايشين في مصر بما فيهم الانبا انطونيوس ما يعرفوش ان هم عايشين في خير. واحد بيصلي في الصحراء اسمه انبا بولا، قاعد في مغاره متر في متر، بس عشان بركه هذا الشخص ربنا مبارك في مصر كلها. فالانبا انطونيوس قال له ده فين؟ ده قال له اوريه لك. طلع الانبا انطونيوس في الصحراء لقى الانبا بولا، وانتوا عارفين بقى قصه الانبا بولا اللي كان بيجيب له الغراب نص رغيف، بس الانبا انطونيوس لما جاله جاب له رغيف كامل، وقعدوا يتكلموا في عظائم ربنا. وبعد كده الانبا بولا قال له انا عايزك تروح تجيب لي اللبس بتاع البطرك عشان اتكفن بيه لاني قربت اموت. كان مين البطرك ساعتها؟ تلميذ الانبا انطونيوس اللي كتب قصه الانبا انطونيوس، اللي هو مين؟ بابا اثناسيوس الرسول. فراح له الانبا انطونيوس وقال له انا قابلت واحد من السواح. قال له يعني ايه سواح؟ ما كانش حاجه اسمها سواح، محدش يعرف. قال له سواح يعني تايه في الصحراء وعامل زي الملائكه روح يتحرك من حته لحته. قال له هو في حد اعظم منك يا انبا انطونيوس؟ قال له صدقني يا ابني انا طلعت ان انا قد كده جنب هذا الشخص، بس هو طلب طلب انه عايز اللبس بتاعك يتكفن بيه. قال له انا الخاطي يتفق ياخد لبس انا؟ قال له عشان انت راس الكنيسه. شوفوا برضو احترام الانبا بولا للكنيسه. وفعلا اخذ لبس الانبا اثناسيوس عشان يوديه الانبا بولا يتكفن بيه. فبابا اثناسيوس قال له طب انا كمان عندي يعني رجاء انك تجيب لي اللبس بتاعه البسه انا. قال له بس ده لبس معمول من الليف بتاع النخل، حاجه خفيفه ويعني بسيط. قال له دي تبقى بركه ليه. فراح الانبا انطونيوس زي ما انتم عارفين لقى الانبا بولا ساجد وبيصلي في وضع الصلاه، فجاه يحركه لقاه متنيح، لبسه لبس البابا اثناسيوس وخد لبسه عشان يوديه البابا. فعلا ده اللبس البابا اثناسيوس، البابا اثناسيوس كان بيلبسه في الاعياد، عيد الغطاس والقيامه والميلاد، يلبس اللبس بتاع الانبا بولا كاحتفال، ده لبس راجل بهذه البركه يعني. وطبعا زي ما انتم عارفين لما تونس ما كانش عارف يدفن الانبا بولا ازاي، فبيدور ام لقى اسدين بريين حفرين للحفره جاهزين وقاعدين جنبيها كده على قد جسم الانبا بولا بالظبط، فاخذ جسد الانبا بولا ودفنه في هذا المكان ورواه في التراب، ورجع المكان بتاعه وهو حاسس انه ما ينصحش يجي له تاني فكره انه اول واحد يجي هنا. تخلص القصه على كده؟ لا، الانبا انطونيوس يجي له فكره تانيه. بقول لكم انسان طبيعي جاله فكره، صحيح انا ما طلعتش اول واحد اجي هنا، بس ما افتكرش حد بيصلي بكم الصلاه بتاعتي يعني. يوم ربنا يقول له ايه؟ تعالى تعالى تعالى، ايه اللي بتفكر فيه ده؟ في ناس احسن منك طبعا. قال له مين؟ قال اوريك. وراح موديه اسكندريه، لقى هناك ايه؟ لقى دي حصلت مرتين مكتوبه في بستان الرهبان مرتين، بس احكي لكم واحده منهم. لقى واحد بيشتغل اسكافي بيصلح احذيه. طب وماله ده؟ ده راجل متجوز يمكن وعنده عيال وكل حاجه، بيفتح الدكان الصبح. فالانبا انطونيوس يعني زي ما يكون عايز يسال ربنا ده اللي احسن مني في يعني عمل ايه؟ فراح رايح للراجل وقال له انا عايز اعرف ايه تدبيرك؟ ايه تدبيرك يعني ايه نظامك بتعمل ايه؟ فقال له ابدا، انا بفتح الدكان الصبح واقعد طول الوقت وانا بشتغل اصلي، وبعدين الناس اللي معديه قدامي في الدكانه افضل اصلي لكل واحد منهم. الاقي راجل عجوز اقول له يا رب اسند يا رب وقف معاه، واقول له مزمورين. الاقي ست غلبانه معديه اصلي لها، ولما تعدي اقعد اعمل لها شويه مطنيات. الاقي واحده حامل اقول يا رب وقف معاها واديها ساعه سهله واقول لها شويه مزامير. قلبي كده بياكلني على كل الناس واقعد اصليهم طول الوقت. فقال له بتعمل حاجه تاني؟ قال له من الصبح اللي بالليل كده اقعد اصلي واشتغل. قال له طب وفلوسك؟ قال الفلوس اللي باخدها اصرف بيها على بيتي، وانا عن نفسي فلوس انا بقى الخاصه بيا لا اديها للفقراء. فانبا انطونيوس استفاد ورجع اللي كان ساعتها بقى عنده تلاميذ رهبان، وقال لهم انا عرفت يا اولاد ان ربنا بينظر للقلب. الراجل لقيت راجل في اسكندريه قلبه احلى مني 100 مره، دماغه في كل الناس، يقعد يفكر في كل الناس ويحبهم. اتاري ربنا مش عايز الصلاه بس، عايز الحب. بص يا اولاد، احنا مهمه الراهب انه يصلي من اجل العالم، وطول ما احنا قاعدين نقعد نصلي من اجل العالم، ولو عرفنا ناس في قلق ولا ناس في حروب نقعد نصلي لهم. مره كنت في دير السوريان وواحد من اصحابي قال لي تعالى، كنت لسه صغير ادكوا كده، وقال لي تعالى نقابل واحد من الاباء المتوحدين.
فروحنا ساعتها نقابل واحد من المتوحدين دول، اباء بقى قديسين يعني. فواحد من الاباء دول، على فكره انا ساعتها عديت على 3 اباء، واحد منهم كان نسر البريه. اه بجد، رحت شفته، ابونا فلتاوس في المغاره، هي نفس اللي موجوده في الفيلم، هي دي المغاره بتاعت الحقيقيه فعلا. كنت ساعتها نفس ثانويه عامه، كنت ثانويه عامه، وخبطت عليه ومعايا رقم الجلوس وبتاع، قلت له يصلي لي وبتاع، نفسي اخش كذا. وقعد يقول تعالى ماشي يا ابني، ماشي يا ابني، ربنا معاك يا ابني، هتخش يا ابني. قلت الحمد لله، طلعت من السما كده. المهم رحت رايح ابونا فلتقوس، رحت رايح لابونا تاني بقى عشان لسه عايش، مش هقول اسمه. فجيت ادخل عنده، لقيته حاطط جورنال الاهرام جاي له على باب القلايه. قلت ايه يا اخويا الراهب المتوحد اللي بيقرا الاهرام ده؟ فروحت مخبط على ابونا، بس في حاجه على الباب بره. قال لي اه ده الاهرام بتاع الاسبوع ده، متشكر قوي حاجه ايه. قال لي اقعد اقعد امسك. رنا طبعا فهم بشفافيه ولا بغيره ان انا بفكر في كده يعني. فقال لي افتح لي الاهرام كده. قلت ما شاء الله، ده انا هقرا له الاهرام كمان، انا جاي اخد كلمه منفعه بقى، الكلام الكبير بقى، نقف نصلي الغروب حاجه كده يعني. فقال لي اقرا لي الاهرام بقى. قعدت قلت له ايه الصفحه الاولانيه مش عارف مين يستقبل مين. قال لي يا رب وقف معايا يا رب عشان الموضوع يمشي كويس. يا ابني ايه اللي بعد كده؟ اقول له مش عارف مين، انا مش فاكر. جيت عند حاجه قال لي مجاعات في مش عارف بنجلاديش ولا في الهند ولا. قال لي ده كام واحد مات ده؟ قلت له كذا. يا نهار ابيض، طب تعالى يا ابني نعمل شويه مطنيات عشان الناس دي، مطنيات مطنيات عشان بتوع الهند. خلصنا بتوع الهند، مش بعديها مش عارف ازمه في السلع التموينيه، في مش عارف السلع التموينيه اللي هي الزيت والحاجات دي. قلت له لا نقف نصلي يا ابني، تعالى لا لا دي عايزه كام مطنيه دي، يلا تعالى نصلي نعمل مطنيه للتموين، تمويني اللي نعمل له مطنيه. عملنا مطنيه، وعين صفحه في صفحه، انا قلت بقى هنوصل لصفحه الوفيات كده، مش هنخلص عائلات الوفيات بقى. قلت له كتر خيرك يا ابونا، انا استفدت جدا النهارده، خدت بركته ايه واتكلت على الله. بس افتكرت بقى وانا بذاكر الكلام ده، الانبا انطونيوس علم ولاده ان لازم يصلوا من اجل الايه، من اجل العالم. الانبا انطونيوس ليه قصص كتيره بقى، بس ايه نكتفي بالقدر ده، والمره اللي جايه اديكم تلاميذ الانبا انطونيوس لمحه عنهم كده، وبعد كده نخش على ابو مقار بقى وبقيه القديسين. لالهنا المجد الدائم الى الابد، امين.